حياكم الله في حلقة جديدة من بهارات. اليوم الوصفة عندنا طبخة وايد سهلة من المطبخ الشامي وفي نفس الوقت وايد لذيذة. عندنا حراء أصبعه، بيكون عندنا عدس، وبنستخدم احنا هني مكرونة، ثوم، كمون وبصل ومرق دياي وكزبرة وتمر هندي، وبتطلع عندكم المقادير على الشاشة. بنبتدي عندنا اول خطوه، طبعا بنغسل عندنا العدس، بننفى وايد زين من اي احجار تكون صغيره، فينا ننتبه لهالموضوع ونغسله وننقعه. اذا الوقت متاخر وقررتوا تسوون هالطبخه وتبون ان العدس يلين اسرع، تقدرون تنقعونه بشويه بيكربونات الصودا في الماء اللي تنقعونه فيه، تحطوا له نقطه كربونات الصودا، فبهالطريقه يلين اسرع. انا عندي اوريدي الماء حار وعندي العدس، فبنزل العدس فيه. وبنخلي العدس يطبخ، وانا عندي اوريدي مسخن الزيت، فبنبتدي ننزل فيه البصل وشوي شوي ما دام الزيت عندكم ساخن. تنتبهون دائما على موضوع الزيت، صراحة هي أكلة من الأكلات اللي وايد مرغوبة عندنا ودائما تنطلب. وشيء أبى أنوه بس، إن دائما المقلاة لما نحطها على النار نخلي الإيد مالتها تكون على سايد، لأنه وإحنا نشتغل في المطبخ ممكن تصير ان ندعمها بالغلط، او فنكون دائما الامان في المطبخ وايد مهم. فنبتدي نخلي البصل يتقلى، وعندنا اوريدي العدس قاعد ينطبخ، وانا هني استخدمت المكرونه على اساس انه تعطي، طبعا هي الطريقه القديمه يسوى لها عجين خاص لحراء اصبعه، بس الحين على الوقت اللي دائما ما عندنا وقت نتكلم، ان احنا دائما ما عندنا وقت نطبخ ما عندنا، فبما ان أنا أفضل إن المرأة تجهز مقادير الطبخة قبلها بوقت، عساس تقدر تتحكم في الوقت اللي تقول إنه ما عندها إياه، وتشز فعلاً الحريم يشتغلون الحين برا البيت أغلب الأوقات، بس أنا أباهم يرجعون يطبخون في البيت، فهذا شيء وايد ضروري، تجهيز المقادير قبلها بفترة يعطينا وقت أكبر. عندنا البصل قاعد يستوي، والعدس بعد، والبقوليات طبعا مثل ما انتم تعرفون وايد فيها الياف وايد، وهي البروتين النباتي، واحنا عامه في رمضان نحاول قد ما نقدر ان نغير في النظام الغذائي مالنا، نحاول نكون صحيين اكثر. الموضوع مو دائما بس موضوع ان بنسوي رجيم في هالفتره ولا لا، المفضل انه يكون نظام حياه كامل. وبنستخدم التمر الهندي في وصفتنا، طبعا في ناس يستخدمون دبس الرمان، انا بستخدم دبس الرمان معاكم لما بنقدمها طريقة التزيين. التمر الهندي يعطيها بعد طعم مختلف شوي. وفي طبعا طرق وايد تقدرون تسوون فيها حراء اصبعه، الاساس عندكم وانتم تقدرون تبدعون بالطرق اللي داخل، اللي تختلف الطريقه من حرمه لحرمه، فدائما الابداع يكون من ست البيت. يعني العدس اوريدي قعد، انا نقعته بفتره ماي حار لان كذا بطبخه بسرعه، فشوفوا مثل ما هو اوريدي مستوي عندي، فبضيف له المكرونه اللي انا سلقتها ربع سلقه، ودائما مثل ما قلت لكم ننتبه لما يكون عندنا اكثر من شيء على الفرن. هاي المكرونه، ونشيل الاشياء اللي ما نستخدمها على اساس دائما يكون عندنا الستيشن مالتنا نظيفه. والبصل بس نخليه شوي يتحمر. طبعا المطبخ الشامي غني بالاكلات اللي وايد يعني مميزه، من اجمل المطابخ، فبنحاول ان احنا نسوي كم وصفه من عندهم. انا من اكثر الوصفات اللي احبها الكبه بالكرز، فنقدر ان شاء الله بعد نراويكم وياها مره. نبى البصل، البصل كمية البصل اللي عندنا وبتكون عندكم على المقادير بنستخدمها لداخل الطبخة وفي نفس الوقت للتزيين، فبنجزئها بعدين على جزئين. البصل صار عندنا جاهز ولونه ذهبي وروعة، وعندنا حتى هني شوفوا العدس اوريدي استوى، والمكرونة، وما نبى نخليهم وايد لينين، نبى شوي يكونون محافظين على اساس لما ناكلهم نحس بالطعم. فالحين بحط، خلوني
بحط من البصل اللي عندي على الطبخة، وبخلي الباقي للتزيين، وبنحط شوية زيت، لا نخففها من الزيت وايد لأن الزيت ما أخذ طعم البصل، فبيعطيها بعد طعم وايد لذيذ. لو تشوفون يعني، وبعدين حراء اصبعه ما نشفه وايد، نخليه شويه محافظ فيها المرقه مالته. البصل بس برفعه بنخليه على سايد، وعندي هني ببتدي الحين اسوي معاكم الثوم ويا الكمون، لان هذا بعد بيعطي حراء اصبعه طعم وايد مميز. فبنحط عندنا شويه زيت، نسويها بزيت، نحط لها الزيت وتبى شوية زيت زيادة، نستخدم زيت الزيتون فيعني صحي، وبنحط نخليها شوي بس تسخن، نقلب عندنا. أكلة وايد خفيفة، ممكن تكون وايد لذيذة على للفطور أو للسحور. وعندي أنا هني الثوم والكمون، مثل ما قلنا دائما نخلي الإيد على الجانب الداخل من الفرن، لأن وإحنا نتحرك ممكن تصير حوادث بسيطة الله لا يقول، فأنا دائما نتجنب هالأشياء. يعني هو التنويع في أكلات رمضان وايد مهم، ونخلي طبعا الكميات مو بوايد مهمة، الكميات ممكن تكون قليلة، لازم الواحد دائما يحفظ النعمه في رمضان. ولما احنا نطبخ واحنا يعانين نحس اننا نبغى نسوي اكثر واكثر، فمن اهم الاشياء في رمضان ان نسوي جدول للطبخات عندنا، لان دخلت المطبخ في رمضان وايد صعبه، ممكن تخلينا نقعد بس نطبخ ونطبخ ونطبخ، فترتيب المنيو في رمضان وايد مهم. وبنتكلم ان شاء الله خلال حلقاتنا عن اسهل طريقه ان احنا نسوي منيو لكل يوم، من الطبق الرئيسي وطبق سلطة والشوربة طبعا، وطبق حلو يكون خفيف ولذيذ في نفس الوقت. هاي الثوم حطيناه، تحريك بسيط بس بسرعة عشان ما يحترق. تدرون الكمون بحط قبشة عندي في العدس مع المكرونة، بنخلطها. الكمون يعطي بعد وايد طعم لذيذ. طلعت ريحة الثوم عندي، فبحط عليها الكزبرة الفريش. خلطة سريعة، ونفس الشيء بنخلي نص الكمية في الطبخة عندنا. اوه ريحتها ما شاء الله حلوة، هذه الطشة مالت الثوم والكزبرة في وايد اكلات، منها طبعا الفتات حتى تعطي وايد طعم مميز. صارت عندي جاهزة، فبحط لها. تدرون خليني أحط قبل ما أحط الهاي، بنحط عندنا التمر الهندي، بخلي الطشة آخر شيء بس برفعها عن النار. بحط الحين هني بنضيف التمر الهندي، وطبعا المقادير عندكم، طعمها بيختلف لما تحطون لها التمر الهندي لأنها بتروح على الحموضة اللي هو طبعا دبس الرمان دايما يعطيها، بس احنا بنسويها هالمرة بالتمر الهندي يعطيها طعم مختلف. وبنضيف عليها مرقة الدياي، بعد تعطيها طعم، ونخلطها ونخليها على نار خفيفة. وعدنا الكزبرة والثوم، فبحط من الكزبرة والثوم الحين هني على نص الكمية. طبعا الكزبرة من الخضروات الورقية اللي وايد مفيدة، ومثل ما نعرف كل الخضروات الورقية لازم نكون وايد حريصين على طريقة غسلها، لأن وايد تكون فيها يتجمع فيها وسخ، ويتجمع فيها ساعات بيض لبعض الحشرات، فمن أسلم الطرق في غسل الورقيات إن احنا ننقعها، نغسلها طبعا كم مرة، وبعدين ننقعها في ماء مع خل، لأن الخل إذا تنقعون في أي خضرة أو خاصة الأوراق الخضراء
الورقية، الكزبرة، النعناع، كلها هذه، يشيل كل الأشياء اللي عالقة فيها ونتأكد 100% أنها بتكون إن شاء الله نظيفة. حتى بتلاحظون في الماء اللي منقعين فيه لما تشيلونها أنه إيش كثر فيه أشياء لو أنتوا غاسلينها 4-5 مرات. الخل وايد 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 زين في آخر غسلة تنقعونه، تغسلونه 3 مرات 4 مرات، وآخر شيء يتنقع في ماي، كمية ماي وخل. فهذه الحين مثل ما قلنا بنضيف الكمية نصها على الطبخة، على العدس والمكرونة، على الحراق أصبعه، والنص الثاني بنخليه حق التقديم. نطلع معاكم فاصل ونرجع نشوف طبختنا الثانية. الحين بنسوي مع بعض بسبوسة البرتقال. طبعاً البسبوسة من الأطباق اللي كلنا أو أغلبيتنا وايد نحبها، ونقدر نتفنن فيها ونسويها مختلفة بطرق وايد. فأنا بسوي لكم إياها اليوم بعصير البرتقال. والمكونات عندنا بسبوسة العادية اللي هو السمولينا، الشكر، عندي عصير البرتقال طبعاً لأنها بعصير البرتقال، وعسل، سمنة، مع البسبوسة السمنة أحلى، وبرتقال بنبشرها. وبنسوي القطر، بيكون عندنا الشكر والماء وعصرة ليمونة آخر شيء. فبنبتدي نخلط، والمكونات بتطلع، المقادير كلها بتكون عندكم على الشاشة. بنخلط، نحط عدنا وعدنا تقريبا 1.5 كوب، اعتقد ان المقادير كلها بتكون مكتوبة عندكم على الشاشة. 1.5 كوب شكر، وملعقة صغيرة بيكنج باودر، وبنضيف عليها الحين الاشياء اللي بتعطيها الطعم. بنحط عدنا السمنة تقريبا 4-5 ملاعق، وممكن اذا انتم حبيتوا تغيرون البرتقال تدرون، خلوني بعد انا نسيت احط الماي على اساس ان القطر يكون جاهز عندنا. بنحط الماي، انا مسخنه عندي هالنوع من الجذور ياخذ وقت وايد لحد ما يسخن، فدايما اسخنه مع بدايه الطبخه. والقطر طبعا تعرفون انك نفس الكميه، اذا حطينا 1 كوب ماي نحط 1 كوب سكر، 1.5 كوب 1.5، فدايما تكون نفس الكميه. ونخلي عندنا لحد ما يبتدي يطبخ. نرجع نكمل مع بعض البسبوسة، وبنحط عليها الحين عصير البرتقال. مثل ما كنت أقول لكم إن أنتوا تقدرون تسوونها بعصائر ثانية، تقدرون أنتوا تبدعون وتخترعون بسبوستكم الخاصة، تقدرون تسوونها بعصير المشمش، قمر الدين، أنتوا تشوفون شو الشيء المفضل عندكم في العائلة عندكم وتسوونها.
يعني مو بلازم ان احنا نقول مقادير معينه ان كلكم تسوون نفس المقادير. المقادير الاساسيه اكيد، بس اي شيء ثاني ممكن يتغير على حسب رغبه البيت، على حسب الذوق اللي عندكم. وهاي العسل، الاشياء اللي عندنا على اساس يكون مكاننا دائما. انا من اكثر الاشياء اللي احبها لما اطبخ، احب دائما اني انا يكون المكان حواليني مرتب ونظيف، لان كذي يكون وايد احسن. انت الواحد يرتاح وهو يطبخ. تنخلط عندنا شوي شوي كل المكونات، ريحة البرتقال، والحين بعد بنضيف لها بشر البرتقال فبيعطيها ريحة وايد احلى وطعم مميز. انا سويتها بوايد نكهات مختلفة، بس اللي فضلوها عندي في البيت هي البرتقال، فعشان كذي اعتمدتها انها تكون دائما برتقال. بس بقصر على اساس ياخذ راحته، ونبتدي نبشر مع بعض البرتقاله. وطبعا البرتقال انا مغسلتنا، لان دائما لما نستخدم الفواكه بقشورها او نستخدم قشر البرتقال قشر الليمون لازم ينغسل وايد زين. انتم تعرفون الحين احنا ما نعرف الفواكه تي شو اللي مستخدمين، السماد اللي فيها، شو الاشياء اللي ساعات يكون عليها طبقة شمع. التفاح مثلا لما ينغسل يكون عليه طبقة شمع، فنفضل ان نستخدمه بدون قشور. بس الحين بما اني انا بستخدم قشر البرتقال فغسلته وايد زين على اساس اقدر استخدمه. ونبشر شوية، نباهم شوي يبينون، فببشره بالسايد اللي شوي يعود. الريحة وعلى حسب اللي انتم تحبونه بعد، يعني مو لازم تزيدون وايد القشر مال البرتقال، وممكن البرتقاله كامله يعطيها طعم وايد اقوى. انا بحط بس شوي، اعتقد يكفي، واخلطها. ابتدى عندي بعد هني القطر يسير، ودائما البسبوسة طبعا معروف ان الخلطة مالتها ما تكون فيها وايد سوائل فتكون ثقيلة. يعني تشوفونها شلون صارت، هاي صارت عندي جاهزة. ابتدي احطها في الصينية مالتي، والقطر بعد عندي جاهز. بجهز المكان عندي بس على اساس انزل البسبوسة في الصينية، نشيل الاغراض اللي مو محتاجينها. نطلع الصينية وندهنها بشوية سمنة، دائما على أساس إنه بس شوية سمنة. يعني أنا دائما أحب إني أسهل الطرق في الطبخ، لأن مثل ما قلت لكم أن أغلب الناس يسألوني دائما أن سمية أنت وايد سريعة في الطبخ والطبخ تسوينه سهل. أنا ما أسوي الطبخ سهل، الطبخ وايد سهل، يبقى شوية بس أن الواحد يرتب أموره في المطبخ، وتقدر أي امرأة تبدع في المطبخ. الطبخ مو بصعب أبدا، ولازم هذا شيء نحطه في بالنا. وبعدين إذا إحنا ما ابتدينا نطبخ ما بيتعلمون بناتنا، ما بيتعلمون، فلازم نبتدي نكون وايد يعني نشيطين في موضوع الطبخ. اللي قاعدين نلاحظه وايد الحين أنك أغلب الناس تستسهل أنها تطلب، وللأسف هذا شيء صراحة مو بزين. أكل البيت ما في أحلى ولا أطعم ولا أنظف منه، ودائما الشيء بإيد الأم والزوجة والأخت يكون له طعم وايد مختلف. هاي صارت عندنا جاهزة، ونبتدي ننزلها ويا بعض. الوحدة هي تسهل الأمور على نفسها، حتى لو ما طلعت من أول مرة صح، المرة الثانية بتطلع أحلى، والمرة الثالثة بتطلع أحلى وأحلى. دائما نحاول ما نقول إنه لا خلاص ما بنسوي هالشيء، ما نعرف. كلمة ما نعرف أنا مو في قاموسي أبدا، الواحد دائما يتعلم، في كل لحظة يتعلم. نبتدي نصفها، نوزعها على كل الصينية بالتساوي.
ناخذ كل نقطة نبتدي نصف عليها اللوز، وطبعا ممكن اي مكسرات انتم تفضلونها مو بشرط اللوز. نبتدي نصف عليها، وصار عندي قاعد بعد القطر خلاص قاعد يجهز، فبحط له عصرة ليمونة خفيفة وبرجع اسوي معاكم اللوز على الصينية، بس عصرة وايد بسيطة. بنصف اللوز على ويها مثل ما قلت لكم او اي مكسرات انتم تفضلونها، وهاي اللوز صار على الوجه كامل، فبنحطها بالفرن تقريبا 45 دقيقة لحد ما تشوفونها لونها تغير وحمرت، وبنشوف عندنا القطر. ممتاز. لحد ما تجهز البسبوسة بنطلع في فاصل ونرجع معاكم نقدم أطباقنا اللي سويناها. الحين صارت عندنا جاهزة حراء أصبعه، ويمكن في وايد ناس يسوونها حتى بالخبز إذا ما يسوون عجين. أنا حبيت أسوي لكم إياها بالمكرونة لأن الأطفال بتلاحظون إنه وايد بيستانسون عليها. أي شيء دائما في مكرونة اليهال يكون عندهم رقم واحد الموضوع. فبنبتدي بحطها في بايركس على أساس إن كل الألوان تبان، وبنبتدي نزينها مع بعض. ريحتها وطعمها أكيد بعد بيعيبكم. نبتدي عندنا بنحط عليها مثل ما قلنا لكم الباقي من الكزبرة والثوم على كل الوي، ونوزعه ونبتدي. طريقة التزيين طبعا بالكامل للذوق الشخصي، فأنا بحط فيها وايد أشياء بس بحطها بطريقة نقدر نحط عليها الرمان، خطوط، مربعات، انتو ذوقكم الشخصي 100%. بنحط عليها بصل، البصل وايد لذيذ، انا من عشاق البصل لما يكون كذي مطبوخ بهاللون وبهال، يصير كرانشي، يصير ان الواحد ياكله ويحس فيه. بنوزع عليها شوية بقدونس يعطيها لون حلو، وطبعا ممكن بعد ناكلها مع روب، نحط عدالها روب، الروب وايد بعد يمشي معاها، او سلطة روب والصنوبر. بهالشكل. واخر شيء بنضيف لها شوية دبس رمان. صارت عندنا جاهزة حراء أصبعه، ولا أحلى ولا أسرع، ووايد بتعيبكم إن شاء الله. وبنبتدي مع بعض نسوي معانا بعد. الحين البسبوسة أنا طلعتها فهي باردة عندي الصينية، ونسقيها بالقطر اللي دايما مثل ما قلنا يكون يا البسبوسة تكون حارة يا يكون القطر حار، يعني واحد منهم. وطبعا تقدرون حتى في القطر أن تسوون له فليفر، تعطونا طعم معين، تضيفوا له زعفران، تضيفوا له شوية هيل، يتغير طعمه، يصير فيه نكهة معينة. البسبوسة بنخليها تشرب ونقصها على الطريقة اللي احنا نباها، وبتتقدم في صحن التقديم. وعدنا هني آخر شيء أنا بضيف له شوية خبز محمر، بس يعطيها شوية شكل على كامل الوجه. يعني حراء أصبعه فعلا من الأكلات اللذيذة والسهلة والمفيدة ووايد خفيف. هاي صارت أطباقنا جاهزة، أتمنى أن تكون الحلقة عيبتكم أطباق مختلفة ومتنوعة، وإن شاء الله تجربونها وتقولوا لي رأيكم. إن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة من بهارات.
برنامج بهارات برعاية سوق الجبيل.